أبي قتل في الحرب، هذه هي الكلمات التي استطاع أن يقولها مهند وهو يجلس بالقرب من عمه الذي يعمل في بيع الفاصوليا بعد أن جاء من تعز لينأى بعائلته من نيران الحرب. منصور وغيره الكثير من أبناء تعز جميعهم هنا في تحد واضح لقساوة الظروف التي كانت سببا في رحيلهم عن قراهم. هؤلاء الشباب لم يقفوا مكتوفي الأيدي في انتظار ما يقدم للنازحين من مواد إغاثية، ولكنهم نزلوا إلى الأسواق على الرغم من عدم معرفتهم الجيدة بها، ولم يقبل الكثير منهم أن تدرك أسماءهم في كشوفات النازحين. فهنا يفترش أحدهم هذا المكان الذي اتخذه لبيع الملابس، وهنا أيضا يقف الآخر، وفي القرب منهم يجلس هذا الطفل منتظرا المقبلين على شراء الخضروات بعد أن افترش الأرض بهذه الكمية القليلة التي تساعده في الحصول على دخل يومي له ولوالدته. وفي هذا المكان يقف يعقوب ذات 12 ربيعا بعد أن جاءت به قساوة الحياة وجحيم الحرب الذي لا يطاق، اختار العمل بعيدا عن قريته ورفاقه. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.